السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأصدقائنا وأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يبارك في الأصدقاء. ورد لي سؤال معظمنا بيتعرض ليه، وقلنا لابد ان احنا نعمل بث مباشر نتكلم فيه على بعض النصائح في الأمر ده. سأل أحد الأصدقاء المتابعين معانا ان هو عمل تقسيمة بتتكون من 5 براويز، 2 عسل و2 من الحضنة المغلقة وبرواز من الحضنة المفتوحة. طبعا وضع برواز العسل رقم 1 وحط حضنة مغلقة، وحط في المنتصف منتصف عش الحضنة حط برواز الحضنة المفتوحة، وفي النهاية وضع البرواز العسل. تفاجأ بعد نقدر نقول مرور يوم أو 2 إن الحضنة اللي في الخلية موجودة ولا يوجد أي نحل مع الحضنة. وهنا المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها، فهو في حيرة أو نقدر نقول مصدوم، هل يرجع الحضنة مرة تانية للخلية بتاعتها؟ وهل الحضنة ماتت؟ هل الحضنة عايشة؟ طيب الأمر دوت حدث نتيجة إيه؟ باختصار شديد الأمر ده حدث نتيجة إن النحل اللي في التقسيمة ال5 براويز كله رجع للخلية الأم في المكان الأساسي، وترك التقسيمة بدون أي نحل يكون نقدر نقول مصدر سواء تغذية للحضنة أو سواء مصدر دفء للحضنة، أدى نقدر نقول للحضنة تتعرض لمشاكل زي ما الأخ تحدث، ربما يكون بعد يوم أو 2 إن ابتدى يحدث فيها مشاكل، ربما يكون على الأغلب بنسبة تصل إلى 90% أو 95% الحضنة دي بردت نتيجة عدم وجود نحل يقوم بالتدفئة، وبالتالي هيكون مصير الحضنة ديت التلف. ده نقدر نقول الأمر باختصار. طب الخطأ فين هنا؟ الخطأ للأسف الشديد من أخونا اللي قام بعملية التقسيمة. هل لأنه عمل تقسيمة ضعيفة؟ لا، ولكن لأنه عمل تقسيمة في نفس المنحل، لأنه عمل تقسيمة في نفس المنحل وبعد ما بين الخلية التقسيمة الجديدة بعد ما بينها وما بين الخلية الأم، كانت النتيجة الحتمية إن كل النحل السارح للأسف الشديد والنحل اللي موجود في التقسيمة رجع مرة تانية للخلية الأم، أدى طبعا لموت والحضنة المغلقة ربما يكون حدث فيها تلف بنسبة كبيرة جدا. طبعا الله يعوض على أخونا صاحب التقسيمة في الأمر ده. لازم نتعلم من أخطاء الآخرين. يعني أنا صدقا لما قريت التعليق بتاع الأخ اللي هو تسبب نقدر نقول في خسارة التقسيمة، قلت ليه احنا، يعني أنا رديت عليه أولا في التعليق، بس قلت لابد إن احنا نتحدث في الأمر ده لأن معظمنا بيقع في الخطأ ده. طبعا نصيحتي للأصدقاء منعا للوقوع في الخطأ ده مرة تانية، لما يحب أي أحد يقوم بعمل تقسيمة لازم تكون التقسيمة بجوار الخلية الأم، لازم ضروري حتميا تكون التقسيمة مكان الخلية الأم. يعني على سبيل المثال لو دي الأم اللي قدامي ديت دي الخلية الأساسية، لما أجي أعمل تقسيمة تكون التقسيمة الله يبارك في الأصدقاء نقدر نقول قريبة، يعني ديت الخلية الأم تمام، لما أجي أعمل تقسيمة لازم التقسيمة الجديدة تكون جنبها هنا تمام. ما ينفعش أعمل تقسيمة ووديها نقدر نقول في نهاية المنحل،
تمام، او ما ينفعش اعمل تقسيمه مثلا واوديها على بعد 20 30 متر مباشره، النحل هيرجع من التقسيمه للخليه الاساسيه، هيرجع للخليه الام، تمام، وبالتالي التقسيمه هتتعرض لمشاكل زي الاخ الحبيب ما حدث عنده، تمام، في موضوع الحضنه. طبعا انا انصحه نصيحه لله، تمام، البراويز اللي عندك اللي في التقسيمه اللي بدون نحل لازم ترجعها للخليه الام، ممكن يكون حدث فيها موت في الحضنه، بس انت مضطر ترجعها للخليه الاساسيه، والنحل هيقوم بقى بالاعمال بتاعته، ينظف، نقدر نقول الحضنه ميته، تمام، لو في حضنه نقدر نقول عايشه يعتني بيها. المهم اللي انت تعمله دلوقتي انك انت ترجع التقسيمه مره ثانيه بعد حدوث الخلل اللي حدث عندك ده للخليه الاساسيه، ده اللي قدامك، ده حلك الوحيد، تمام. فنتمنى الله يبارك في الاصدقاء ناخذ العبره من الشيء ده، يعني صدقا بيكون صعب، لان انا كان حال مثلا جيشت خليه تحتوي على 10 براويز وعاوز استفيد بتقسيمه، لما اجي اخسر التقسيمه وفي نفس الوقت الخليه عندي تتراجع من العشر براويز الى مثلا معدل 7 أو 6 بسبب ان خسرت التقسيمه، ده امر يعني اكيد بيكون للاسف بيحز في نفس النحال، ولكن لازم نشوف السبب الاساسي فيه، مين اللي ادى للامر ده، تمام. طبعا اصدقائنا اللي بيتابع معانا، اتمنى بس معرفه الصوت، هل الصوت شغال كويس ولا في امر مش واضح للاصدقاء اللي بيتابعوا معانا، اكون مشكور ليكم. طبعا طيب الاصدقاء طبعا اللي بيتابع معانا لو في اي اسئله نتمنى طرحها وان شاء الله يتم الرد عليها. الاخ الياس الله يبارك في عمرك، نسال الله تكون في خير وفي نعمه، بتقول نتمنى تكون بخير، اخطات شيله الملكه مع الطرد وعند 4 أيام، يعني انت اخويا الياس قمت بعمليه تقسيمه وشيله الملكه مع التقسيمه الحديثه، هو ده اللي انت قمت بيه؟ انا اتمنى بس توضح لي، لو انت قمت بالعمل دوت، تمام، بتقولي اعمل ايه دلوقتي؟ طيب تعمل ايه دلوقتي؟ ترجع الملكه مره ثانيه للخليه الام، ولكن احترس، لما ارجع الملكه للخليه الام لازم اقفص عليها، حذرت انك انت تاخد الملكه من الطرد وتروح تفرج عنها مباشره في الخليه الام، لا ده خطا، لان مباشره ان النحله هيتقور عليها ويقتلها، لازم تدخلها في الخليه الام، تقفص عليها نقدر 24 ساعه، وقبل ما تقوم بالافراج عنها لازم تدور على اي بيت ملكي في الخليه الاساسيه، لو النحل قام ببنائه تهدمه ومن ثم تفرج على الملك، تمام الاخ الياس، يعني اتمنى يكون انا فهمت سؤالك واتمنى يكون انت استمعت للاجابه. الاخ احمد الله يبارك في عمرك بتقول قبل 15 يوم قمت بتقسيم خليه كانت 6 اطارات، بعد القسم وضعت قمت باضافه برواز اساس، اليوم كشفت عليها حصلتها 4 اطارات والاساس مبني نصف وتم هجرت، تقصد الخليه هجرت يعني حصل لها هجران؟ طب الاخ احمد انا بس هسالك سؤال، الخليه التقسيمه اللي انت قمت بيها انت خليتها تربي بيوت ملكيه ولا ضفت لها ملكه؟ يعني انت لما جيت من 15 يوم تعمل تقسيمه، ضفت للتقسيمه نقدر نقول الله يبارك في عمرك ضفت لها بيت ملكي ولا خليتها تربي بيوت ملكيه؟ الامر الاخر، الخليه اللي حصل لها هجر عندك او هجران في الخليه، هي الخلية الأم ولا الخلية التقسيمة الجديدة؟ أخويا إلياس الله يبارك في عمرك بتقول الملكة
ما تظهرش من شدة الكثافة النحلية. أخويا إلياس الله يبارك في عمرك، أنت دلوقتي بتقول إن الملكة في الخلية طرد، أنت نقلت الملكة مع التقسيمة بالخطأ، ده كلامك صح؟ أنت تحاول تبحث عنها وترجعها للخلية الأم مرة تانية وتقفص عليها، تمام؟ ده حلك. ليه؟ لأن الخلية الأم عندي هي الأساسية. ممكن يكون عندك 7 براويز الخلية الأم، ممكن يكون 8 براويز، أتركها بدون ملكة حرام عليا، هتتركها بدون ملكة هتتأثر معاك، فاهم عليا؟ إنما تقسيمة 3 براويز أقدر إن أنا مثلا أخليها تنتظر، إنما الأساسية عاوزة تتقدم معايا، الأساسية عاوزة تتطور معايا عشان تخش موسم عسل، فاهم عليا؟ الأخ أحمد بتقول الخلية اللي تناقص فيها النحل هي الخلية الأم. طيب التقسيمة وضعها إيه؟ التقسيمة دلوقتي عندك وضعها إيه؟ ما هي الخلية الأم ممكن يكون الكثافة النحلية نقصت فيها أو قلت الكثافة النحلية في الخلية الأم لأسباب كتير. ممكن يكون أنت شلت حضنة لازم، تمام؟ ممكن نقدر نقول تركت فيها معظم النحل الكبير في السن وأخدت النحل الصغير كله في التقسيمة، ده كله يؤثر عليه، تمام؟ بس الأساس دلوقتي عندك، هل التقسيمة نجحت ولا لأ؟ أنت بتقول النحل بنى نصف الأساس الشمعي ثم هجر البراويز، هجر الأساس يعني إيه؟ يعني خرج من الخلية بالكامل؟ ترك الخلية بدون أي براويز؟ والخلية هنا اللي هجرت الأم ولا التقسيمة؟ الله يبارك في عمرك الأخ يا أحمد، يعني أنا كل نقدر نقول كلمة أنت تتحدثها ممكن توديني لإجابة أخرى، أنت فهمني السؤال بطريقة صحيحة أكون مشكور لك، تمام؟ أخويا إلياس الله يبارك في عمرك، أتمنى يكون الإجابة وصلت لك، وأتمنى إنك أنت تقوم بالفحص في الطرد، تبحث عن الملكة وترجعها للخلية الأم. ممكن تقوم بتعليم الملكة الأخ إلياس، صدقني تعليم الملكة هيساعدك أثناء فترة الربيع مساعدة كبيرة جدا، تمام؟ طول فترة الربيع تعليم الملكات هيساعدك بصورة كبيرة، سواء رفعت عاسلة، سواء الله يبارك في عمرك نقدر نقول قمت ببعض التقسيمات ما شابه ذلك، يسهل عليك جدا انك انت توصل للملك، تمام؟ الله يبارك في الاصدقاء، لو في احد متابع معانا عنده اي اسئله نتمنى طرحها وان شاء الله يتم الرد عليه. الأخ أحمد بتقول النحل تناقص وتراجع إلى 4 براويز، ما هو أنا مش عارف صراحة النحل اللي تراجع ده عندك التقسيمة ولا الخلية الأساسية، وأنت ذكرت عندك في نحل هجر الخلية، مين اللي هجر الخلية؟ يعني أنا بعتذر ليك مش هقدر أرد على بناء على كلامك ده، مش هقدر أرد عليه، تمام؟ وضح لي سؤالك أرد عليك وأجلس معاك ساعة أتحدث، خلاف ذلك أعتذر منك يعني. طب الله يبارك في الأصدقاء، نعود للحديث بتاع الموضوع بتاعنا، أصدقائنا اللي يقوموا بتقسيمات داخل المنحل، أنصحكم أكتر من نصيحة في الموضوع ده إن لابد يكون التقسيمة اللي هقوم بيها قريبة من الخلية الأم، لابد إن يكون الاتنين جنب بعض، سواء الخلية الأساسية أو الخلية اللي هتكون جنبها، سواء في الاتجاه الأيمن أو الأيسر لا يوجد مشكلة، تمام؟ ده طبعا للمضطر ان هو نقدر نقول هيقوم بعملية تقسيم داخل المنحل. اللي نقدر نقول ما شاء الله عنده مكان اخر قريب يكون ممتاز، مكان مثلا على بعد 4 كيلو 3 كيلو، النحل صعب ان هو يرجع من 3-4 كيلو للمكان الاصلي،
تمام. حتى لو رجع نحل هيرجع نحل كميات بسيطة، يعني حتى لو نحل من المكان الأساسي اللي هو مثلا على بعد 3 كيلو أو على بعد 4 كيلو هيرجع كمية ضعيفة جدا، تمام. إنما في بعض الأصدقاء ممكن يقول لك أنا هنقل النحل 5 و6 و7 كيلو، لا يوجد مشكلة، لا يوجد مشكلة، حسب استطاعة كل واحد من الأصدقاء اللي بيتابع معانا، تمام. كل واحد يشوف الوضع عنده يعني الأفضل إيه. الأمر الآخر، لما يجي أي أحد من الأصدقاء، سواء الأصدقاء اللي عندهم خلايا أجباح بلدية أو خلايا حديثة، هيقوم بتقسيمات. في معظمنا ممكن بعد ما يقسم التقسيمات يقوم رايح في موقع جديد، والله يبارك في الأصدقاء، نقدر نقول يحطها على الأرض مباشر زي ما احنا شايفين كده. ما ننساش إن درجة الحرارة ربما يكون ابتدت ترتفع في منطقة الخليج وبعض البلدان العربية. حتى النهاردة اليوم كنت أتواصل مع الأخ أسامة من العراق، قال لي ربما يكون درجة الحرارة وصلت عنده 38 درجة مئوية، تمام. فيفضل إن التقسيم اللي يكون فيها كثافة نحلية بسيطة، يعني 3 براويز، وربما يكون نحلها صغير في السن، أو حتى الأعواد البلدية الأجباح اللي أنا ممكن أعملها تقسيمة وأضع فيها مثلا بنيتين ثلاثة وكمية نحل ضعيفة، يفضل ما تركهاش في الأرض أرضية، نقدر نقول بالخصوص الأرض الرملية أو الأرض الصحراوية. صدقني أنت بتعرض الخلية لدرجات حرارة شديدة لا قدر الله، تمام. هتؤدي لأسباب كتير جدا، سواء التقسيمة تضعف، سواء النحل يترك التقسيمة ويمشي، أمور كتير جدا بما يرد. حاول إنك أنت تضع التقسيمة سواء على كرسي، على حامل، أو حتى تظلل عليه، ده أفضل نقدر نقول للمصلحة العامة. اليوم هنشر فيديو بإذن الله، يعني نقدر نقول في المساء، أتمنى الأصدقاء يستمعوا ليه، فيديو بما يرضي الله مهم. للأسف الشديد نقدر نقول بنتكلم فيه عن أهم الانهيارات اللي تحدث في النحل مع اقتراب بداية فصل الصيف. أتمنى الأصدقاء يتابعوا الفيديو ده، لأن فيديو إن شاء الله يهم الأصدقاء، تمام. طيب نحاول نرد على بعض الأسئلة. الأخ أحمد، طب بتقول إيه؟ بتقول التقسيمة والأم تراجعت النحل فيها، التقسيمة قمت بتنزيل ملكة ملقحة بعد أيام فقدت وربت بيت ملكي، وخرجت الملكة لا زالت عذرة. طيب أخويا أحمد، الله يبارك في عمرك. أولا، موضوع إن النحل قتل الملكة الملقحة، التقسيمة قتلت الملكة الملقحة، في سبب، صدقني في سبب، ممكن يكون أنت استعجلت في الإفراج عنها، احتمال، الله أعلم، تمام. ممكن يكون، الله يبارك في عمرك، كان فيه بيوت ملكية داخل الخلية، تمام، وأنت أثناء الإفراج عن الملكة ما هدمتش البيوت الملكية، والنحل كان عنده إنجاب أكتر للاعتناء بالبيوت الملكية دي. في أسباب كتير جدا. موضوع تراجع الخلايا سواء التقسيمة أو الخلية الأم، تمام، التراجع قد إيه؟ هل كمية بسيطة من النحل ولا بروازين ثلاثة؟ لو التراجع بشكل كبير لا، هنا مشكلة. إنما لو التراجع نقدر نقول مثلا نص برواز نحل، ربع برواز نحل، ده أمر طبيعي. ممكن يكون النحل نقدر نقول دخل خلايا أخرى في المنحل، فاهم عليا؟ الأخ الكريم بيقول موت الذكور بكميات كبيرة عند وضع مصيدة حبوب اللقاح في بابها، هل يضر بالخلية؟ لا، ما يضرش، ما يضرش. المشكلة فين؟ المشكلة لو الموت داخل الخلية، لو موت النحل داخل الخلية، النحل مش عارف يخرج من الخلية، أو الذكور بمعنى أصح مش عارفة تخرج من الخلية، هنا مشكلة. ليه؟ لأن النحل الذكور دي هتستهلك عسل، تمام. وبعدين أنا عاوز أقول لك على شيء آخر، مصيدة حبوب اللقاح مخصص فيها نقدر نقول فتحة لخروج الذكور، يعني هل أنت عندك المصيدة اللي هي فيها فتحات خاصة إن الذكور تخرج منها، ولا فقط النحل هو اللي يخرج والنحل هو اللي يخش، تمام. يعني أتمنى ترد عليا في الجزئية ديت. الأمر الآخر، أنت ما يهمكش أي شيء خارج الخلية، موضوع الذكور دي خارج الخلية ما يفرقش معاك، اللي يفرق معاك داخل الخلية نفسها، داخل الخلية هنا مشكلة، تمام.
اخويا الياس بتقول انا لحد الان لم استطيع معرفه موسم العسل عندنا في شرق الجزائر، بايش تنصحني؟ طيب اولا الله يبارك في عمرك، باختصار شديد انا صراحه انا ما عنديش علم المواسم في شرق الجزائر ايه عندك، ولكن انا انصحك في جزئيه اخرى. موسم العسل بيكون معروف ان هو مرعى عندك، نقدر نقول ما شاء الله مرعى ممتاز، النحل بيبتدي يجيب رحيق منه. تمام، يعني هديك مثال، مثلا موسم زي الشوكيات معروف ان في فتره النحل بيبتدي فيها، بدايه موسم الشوكيات بيبتدي يخزن الرحيق في الشمع او في العيون السداسيه، والموسم ممكن مثلا يستمر مثلا شهر 25 يوم، الكينة كذلك، البرسيم كذلك. مقصود كلامي بداية موسم العسل النحل بيبتدي قوة في الصروح على الأزهار، ومن ثم يجيب منها رحيق ويخزن. تمام، ده نقدر نقول بدايات الموسم. إنما الموسم اللي هيكون عندك إيه في شرق الجزائر أنا ما عنديش علم، أكون كاذب إن قلت لك موسم معين. تمام، أنصحك نقدر نقول ممكن مثلا تتابع بعض الأصدقاء اللي بيتحدثوا في الامر دوت من الجزائر. تمام، ممكن لو حد بيتابع معانا هنا من منطقه شرق الجزائر يكون مشكور لو افادنا الموسم القادم او المواسم اللي هتكون في المنطقه ديت تاريخها ايه او اسم الموسم ايه، ونكون مشكورين ليه يعني. تمام، انا صراحه ما اقدرش افيدك بشكل دقيق ايه الموسم القادم عندك في المنطقه ديت الاخ الياس. تمام، هل ممكن تهجين النحل البري مع النحل البري؟ لا، واللي يقول لك اي بيكذب عليك. فصيله النحل البري او القزم، فاهمني، او كما يطلق عليه الاندونيسي، ده سلاله وفصيله، والنحل البلدي فصيله اخرى خالص، مفيش اي تهجين في الموضوع ده. تمام، واللي يقول لك خلاف ذلك بيكذب عليك. تمام، عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تنجح القسمة في فصل الخريف، وكيف نحافظ على نشاط الملكة في وضع البيض في فصل الصيف؟ أول حاجة الأخ الكريم، أتوقع الأخ رضوان، طب أنت بلدك فين؟ بلد الأخ رضوان منين؟ عامة فصل الخريف أخويا رضوان بيختلف من بلد لبلد أخرى، يعني على سبيل المثال بالنسبة لي أنا في المكان اللي أنا موجود فيه في مصر، التلقيح عندي في فصل الخريف فاشل، أكلمك بصراحة فاشل وتلقيح سيء جدا. ولكن في بعض الأماكن أنا عملت فيها داخل مثلا المملكة العربية السعودية، ما شاء الله تبارك الله، تلقيح فصل الخريف ممتاز، وعاوز أقول لك ربما يكون يقارب موسم الربيع. أصبح إن هنا بيختلف عدة عوامل، الذكور في المرحلة الأولى، النشاط في المرحلة الثانية. تمام، الأجواء في المرحلة الثالثة، أمور كتير جدا، أعداء النحل برضو تتحط من ضمن المعايير ديت. تمام، بيختلف طبعا من منطقة جغرافية لمنطقة أخرى. أنت بتقول أنت من ليبيا، أنا ما عنديش علم، أنت طبعا يعني كما يطلق أقول لك إيه، أهل مكة أضرب شعبها، يعني أنت مقصود كلامي أنت أضرب المناخ عندك في ليبيا. تمام، أنت اللي يكون عندك العلم. ولكن لو جيت تسألني التلقيح حاليا في ليبيا ممتاز، أقول لك آه، حاليا في ليبيا ممتاز، في الجزائر ممتاز، في مصر ممتاز. استغل بقى التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي. تمام، استغل التوقيت ده، نقدر نقول سواء بعمل تقسيمات نويات تلقيح أشجعك عليها، استغل التوقيت ده. تمام، أتمنى الأخ رضوان يكون وصل له الصورة، والله يسر لك الحال. الامر الاخر، ازاي انك انت تحافظ على الملكه في وضع البيض والنشاط خلال فصل الصيف، الموضوع ربما يطول في الحديث ده. تمام، ولكن خلينا انا احب امشي، نقدر نقول اصدقائنا اللي بيتابعونا القدامى معانا عارفين ان انا بمشي مرحله بمرحله. انا في الربيع دلوقتي، خلينا نتكلم في الربيع، لما نيجي مع الصيف هنبتدي نتكلم بناء على الحيثيات اللي موجوده في بلدان عربيه وعلى المناخ وامور كتير جدا. انت دلوقتي استغل الربيع اهم حاجه. تمام الاخ رضوان، الله ييسر لك الحال. تمام، الاخ الياس، النحل بيشرب ميه كميات كبيره من الماء، شيء مؤكد.
شيء مؤكد ان النحل اكيد شربه بالنسبه للميه في موسم الفيض او موسم العسل بيستهلك كميات من الميه كبيره. فصل الصيف او درجات الحراره المرتفعه النحل كذلك بيستهلك كميات من الميه كبيره. تمام، ده شيء اكيد. كائن حي زي اي كائن لازم يشرب ميه. تمام، ولذلك اخويا الياس انصحك يعني انك انت دايما باستمرار تزود ميه للنحل في المكان اللي انت بتحط له فيه ميه يستهلكه. تمام، كل مثلا يومين ولا حاجه تحط ميه، تغسل الوعاء، الوعاء اللي النحل بيشرب فيه ميه تغسله دايما باستمرار. لان خلي بالك اكبر مشكله ممكن تواجه النحل المكان اللي بيشرب منه الميه، ممكن يجي لك منه مشاكل لا قدر الله فيروسيه، فيروسيه زي النزيمه، بالخصوص لو الميه اللي بيشرب منها متعفنه، كارثه كبيره يعني. كن حريص من النقطه دي. تمام، هل تنصحني بتقويه الطرود بحضنه مغلقه من النحل الحاضر لتسريع تقدم الطرود؟ بص انا انصحك بالخطوه دي في حاله واحده فقط، لو انت ما عندكش موسم عسل. لو انت ما عندكش موسم عسل وعاوز تعمل توازي في المنحل ما بين الخلايا بحيث ان الكثافه النحليه كلها تكون واحد، انصحك. بس طالما انت هتدعم ببراويز نحل بالحضنه بتاعتها، لازم الخليه الطرد اللي هو مثلا 3 براويز او 4 براويز لازم تقفص على الملك الاول، ومن ثم تدعم ببراويز حضنه بنحل. طبعا مع التدخين على اساس توحد الروائح في التقسيمه، وتوحد الروائح في البرواز اللي انت هتدعم بيه عشان ما يحدثش قطال في النحل. طبعا ممكن تقفص على الملكه لمده يوم واحد 24 ساعه. تمام، التقفيص على الملكه من اجل الحفاظ عليها فقط، عشان بس لا قدر الله ما يتمش قتلها بالخطا. تمام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي طرد جديد بدون ملكة والنحل 10 بيوت ملكية، وأريد أن أستفيد من هذه البيوت، وعندي خلية 10 إطارات أريد أن أقسم منها. السؤال، هل أضع 4 بيوت ملكية في التقسيمة أو بيت واحد؟ طيب الأخ الحبيب الله يبارك في عمرك، عمل ممتاز كويس إنك أنت تستفيد من البيوت الملكية اللي أنت بتقول عندك ما شاء الله 10 بيوت ملكية. تمام، أستفيد منها إزاي؟ أستفيد منها قبل خروج الملكات دي بيومين اتنين، خلي بالك يومين اتنين يعني 48 ساعة، تبتدي تقفص على البيوت دي. تمام، تقفص على البيوت الملكية على أساس أي عذرة لا قدر الله لو خرجت هتمر على البيوت الملكية دي كلها بالكامل، تخربها كلها بالكامل، فأنت بالتالي قفص عليها. بعد خروج العذارة أقدر بقى أتحكم. خرج مثلا عندي ما شاء الله من ال10 بيوت ملكية دول، خرج نقدر نقول 6 ملكات. ال6 ملكات دول بقى انا كنحال ابتدي بقى اقسم، بقى عاوز اقسم تقسيمتين 3 4، فقط اللي انا اعمله اشيل العذرة واحطها في التقسيمه متقفص عليها. تمام، والخليه اللي كان فيها تربيه ملكات عندك ديت او اللي فيها 10 بيوت ملكيه اترك لها عذرة واحده فقط. تمام، طب هل ممكن اوزع بيوت ملكيه؟ ممكن، بس دايما نقدر نقول الضامن والضمان ليا، الضمان لي انا كنحال لما اعمل تقسيمات على عذارة قدامي شايفها. تمام، لانك انت قلت هنا اترك في التقسيمه 4 بيوت ملكيه ولا بيت واحد، هو الافضل بيت ملك واحد. طب ممكن البيت الملكي الواحد ده يكون فيه مشكله ما يخرجش عذرة، التقسيمه تصبح دلوقتي بدون ملكه، طب الحل ايه؟ الحل ان انا اوزع ملكات عذارة افضل. تمام، اتمنى الاخ الحبيب يكون استمع ليا سواء هو او اللي بيتابع معانا. تمام، اصدقائنا الله يبارك في الجميع، نتمنى بس معرفه الصوت هل يسير بشكل صحيح ولا في مشكله، لعل بس يكون عندنا العلم. الاخ بيقول يوجد ثقب جانبي مخصص لخروج الذكور لكن النحل السارح يستعمله، وهذا قصدك يعني بيسبب مشكله في عمل المصيده، هل عندك حل؟ بص انا عاوز اقول لك على شيء، زي ما انا ذكرت لك في الاجابه السابقه، الذكور اللي في الخارج انا ما تشغلنيش في حاجه، انا كنحال ما تشغلنيش في حاجه، انا اللي يهمني الذكور اللي جوه الخليه. تمام، ان هي ما تكونش محبوسه وتستهلك عسل، ده الاساس، ده الاساس في، ونقدر نقول ده اللي يهمني. تمام، الامر الاخر يهمني ان النحل اثناء الدخول والخروج من المصيدة حبوب اللقاح
ما يحدث ازدحام على المصيدة، أو يحدث لا قدر الله نقدر نقول تشوه في أجنحة النحل بسبب مثلا إن عيون المصيدة واسعة زيادة عن اللازم أو ضيقة زيادة عن اللازم. ده الأساس عندي، ده اللي يهمني. فاهم الأخ الحبيب؟ الله ييسر لك الحال. عندي أربع خلية، عندي خلية أربعة حضنة وما في عسل فيها كتير، كمية النحل منيحة. طب الحساب اللي هو مسمى باسم القدس، الله يبارك في عمرك. طب ممتاز، انت بتقول عندك خلية نقدر نقول ما شاء الله فيها حضنة وامورها كويسة بس ما فيش عسل. ما هو ما فيش عسل يعني احتمال كبير ما عندكش مرعى اصلا، ما عندكش مرعى النحل يجيب منه رحيق. فاهم عليا؟ انا بس عاوز ادي مثال بسيط، الله يبارك في الاصدقاء في الامر ده. موسم مثلا الحمضيات اللي هو السفندي والبرتقال والليمون، ازاي انا اخذ عسل من الحمضيات ومن الازهار دي وانا بعيد عنها؟ عمر ما هجيب عسل وانا بعيد. انما لما اروح في مكان ما شاء الله يكون فيه مثلا 30 40 فدان تمام من الاشجار البرتقال والسفندي والليمون، ورايح مثلا بعدد خلايا عندي اصبح بعد انتهاء 20 يوم 25 يوم من تزهير الاشجار ديت، الله يرزقني بعسل. انما ما ينفعش يكون انا في مكان ما فيهوش اشجار وما فيهوش اشجار حمضيات واقول انا منتظر عسل حمضيات، صح ولا لا؟ فنفس الاخ الصديق العزيز صاحب حساب القدس تقول انت من فلسطين، تحياتنا طبعا ليك والاصدقائنا في فلسطين. اكيد لازم تكون في مرعى، المرعى ده رحيق على اساس تقدر تستفيد. خلاف ذلك موضوع حبوب اللقاح ده ممكن يكون متوفر عندك، ولذلك حبوب اللقاح اللي متوفرة عندك دي ما شاء الله النحل نشيط، النحل عندك في حضنة. إنما ابحث على مرعى رحيق، أتمنى يكون فاهم اللي أنا أقصده إيه بمرعى رحيق. مرعى رحيق يعني أزهار تقدر تفرز عسل. فاهم عليا؟ هل وجود الذكور بكثرة داخل الخلية لها فائدة؟ إذا كان لا كيف أتخلص منها مع وجود مصيدة حبوب اللقاح؟ بص الأخ الكريم الله يبارك في عمرك، الأخ أبو علي، وجود الذكور داخل الخلية نقدر نقول سبحان الله العظيم، يعني هو ربنا جعل الشيء دوت لتوازي معين تمام، التوازي داخل الخلية. إحنا كنحالين بنحتاج الذكور في إيه؟ في موضوع التلقيح فقط، أثناء موسم التقاصر وتلقيح الملكات بنحتاج الذكور فقط. طب خلاف ذلك اعمل ايه في حضنة الذكور؟ هو حتة انك انت تموت الذكور الحية، خلي بالك الذكور اللي هي حشرة تمام، هيبقى من الصعب عليك الموضوع ده. انما ممكن تتخلص من الحضنة نفسها اللي بتكون في الاعلى، عارف الهلال العسل اللي في الاعلى ده تمام، تقدر الله يبارك في عمرك في مقشاط اللي هو حقات العسل اللي احنا بنشيل بيه العسل المختوم، تقدر تقشط الحضنة المغلقة دي، حضنة مغلقة ذكور، احترس حضنة الذكور المغلقة تمام. انت اولا بتقلل من نسبة لو هي فيها فروة لا قدر الله بتموتها، الامر الاخر انت مش محتاج ليها تمام، ده اللي انت تقدر تقوم بيه. انما انك انت تقعد مثلا تدور على 1000 أو 2000 ذكر داخل الخلية عشان تموتهم، ده امر هيسبب لك صعوبة ومتاعب. فاهمني؟ مش فاهم قصدك ايه، يعني ايه تغير مكان الخلية؟ يعني ايه تغير مكان الخلية؟ مكان الخلية ملوش علاقة بموسم العسل، موسم العسل زي ما انا بقول لك عاوز مرعى رحيق، ملوش علاقة بمكان الخلية. فاهم عليا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا في خير اللهم لك الحمد، انا في خير طول ما الاصدقاء جميعا في خير اللهم لك الحمد، نحمد الله ونشكر فضله. طب اصدقائنا لو في اسئله في الاعلى ما تمش الرد عليها نتمنى طرحها. طالما الاخ ابو علي ذكر موضوع الذكور لازم انبه لامر برضو مهم، لما بنيجي نركب الحاجز الملكي ما بين طابق التربيه وما بين العاسله تمام، ساعات بيكون موجود في العاسله بعض الذكور او بعض من حضنة الذكور تمام. طيب انا صراحة والله عندي عسلة هنا، يعني
لو كنت جبت العسيلة بحيث نشرح الأمر للأصدقاء يكون أفضل. كنت أتكلم عامة إن شاء الله، هنحاول برضو نتكلم فيها في فيديو آخر، نكون جهزنا العسيلة يعني. أتكلم إن بعد رفع العسيلة ووضع الحاجز ساعات بيكون في ذكور في العسيلة. الذكور ديت للأسف الشديد المخرج بتاعها الوحيد إن هو تنزل طبق التربية وتخرج. طب حاجز الملكات محطوط، أصبح مش هتعرف تعبر الذكور دي من حاجز الملكات، يكون مصيرها إن هي هتستهلك كمية كبيرة من العسل اللي في العسيلة. أنا هتكلم هنا الله يبارك في الأصدقاء عن إيه؟ بتكلم مثلا على عدد كبير، مش بتكلم على عدد واحد ولا اتنين ولا خمسة ولا حتى عشرة، لأ أنا بتكلم بيكون كمية ذكور ربما تقارب من 500 والـ1000. هنا مشكلة، لأن هنا هتخسرك كإنتاجية عسل. طب أنصح بإيه؟ أنصح إن لابد إن أنا قبل ما أركب الحاجز الملكي اللي ما بين العاسلة وما بين طبق التربية أنفض البراويز اللي هتكون في العاسلة بالكامل، أنفضها بالكامل من النحل اللي فيها في طبق التربية، وأحط البراويز في العاسلة تمام منفوضة بدون أي نحل. النحل سهل جدا يصعد، سهل جدا يصعد من الطبق التربية الأسفل عن طريق الحاجز الملكي يطلع للأعلى، سهل جدا تمام، ويعبر من الحاجز الملكي. انما اللي يهمني ان الذكور ما تطلعش معاه، وحتى لو الذكور حابه تطلع من طبق التربيه للاعلى عشان تخش العسيله مش هتعرف. ليه مش هتعرف؟ لان الحاجز الملكي محطوط تمام. ده اللي يهمني انا كنحال تمام. لو في حضنه ذكور موجوده في البراويز اللي في العسيله تمام، يفضل ان انا اخرب الحضنه دي. الامر برضو سهل، ما هو صعب تمام. أتمنى نأخذ النصيحة دي بعين الاعتبار من الأصدقاء اللي بتتابع معانا. طبعا مشكور بصدق أي أحد بيتفاعل معانا أو بيشارك معانا بأسئلة، لعل في غيرك بيجي بعد كده بيستمع ليها بيستفيد من الأمر ده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم حصلت نحل غير لاسع في السعودية، ممكن يكون موجود النحل غير لاسع. انت بتقول ايه رايك؟ رايي في ايه؟ ما هو في نحل الله يبارك في عمرك معروف ان هو موجود في منطقه الخليج، المملكه وفي اليمن وفي البحرين وسلطنه عمان، النحل الاندونيسي. هو ما بيلسعش اصلا يعني، هو انت لو مسكته في يدك هو ما بيلسعش، بس ما بيسكنش الخلايا اللي زي دي ما بيسكنهاش، بيكون دايما على افرع الاشجار، موجود في اماكن اخرى يعني تمام. انت كنحال عشان تعمل عمليه اقتناء ليه او تدخله في خلايا وتسكنه مش هيصلح معاك تمام. هل ده اللي انت تقصده ولا تقصد امر اخر تمام؟ طبعا احنا كنحالين بنشتغل على نحل العسل. نحل العسل معروف ان هو نحل بيلسع تمام، ايا يكن نوع السلاله بقى، شغال بنحل ايطالي، نحل بلدي، تلي، صحراوي، كريانولي، هاجين، ايا يكن، كل واحد بيعمل حسب ما موجود في بلده انواع معينه وبيشتغل عليها تمام. وكل سلاله سبحان الله العظيم ليها مميزات، ليها سلبيات، ليها ايجابيات. في سلالات سبحان الله يعني تلاقي امراض النحل بتتمكن فيها وتسبب لها مشاكل كبيره جدا. في سلالات اخرى مقاومه للامراض تمام. هو سبحان الله يعني دايما كنا في نقاش مرة مع أحد الأصدقاء من منطقة الشمال في أفريقيا، في الجزائر وفي تونس والمغرب، كنا في نقاش مرة فكنا بنتكلم على النحل الشرس. أخونا أبو كمال الله يبارك في عمرك، تحياتنا ليك والأصدقاء في سوريا الله يجزيك الخير. كنا نتكلم على النحل الشرس، معروف إن النحل التل ربما يكون شوية شرس، ولكن صراحة شكروا الأصدقاء في نقطة واحدة أو ميزة واحدة، إن النحل التل على الرغم إن فيه شراسة ولكن جمع للعسل تمام. يعني كان أصدقائنا من المغرب الأخ مصطفى والأخ لطفي وأخونا عصام من الجزائر، يعني كان في مجموعة أصدقاء يعني يشاركونا في الأمر ده تمام.
طبعا فيه البعض فضل النحل الهادئ، تمام، يعني في البعض يفضل النحل اللي فيه هدوء، تمام، ولكن في المقابل ممكن يكون انتاجيته كعسل ربما يكون مش زي النحل الشرس، بس هو بيبص لامور اخرى ربما يكون بالنسبه له بتمثل له اهميه. يعني مثلا النحل الشرس لا قدر الله لو محطوط مثلا في اماكن زراعيه او ضيعه زراعيه او ضيعه فلاحيه ممكن يسبب لك مشاكل كبيره جدا مع الفلاحين، مع المزارعين، مع المره والحيوانات، ممكن يسبب لك كوارث لا قدر الله، تمام. فاكيد كل واحد بيعمل حسب اللي متاح عنده، تمام. اخونا ابو كمال الله يبارك في عمرك، بشرنا عنك وعن اصدقاء في سوريا، نسال الله تكون في خير يا رب. بتقول متى نقوم بتحفيز الطرد؟ هل نغذيه مباشر قبل تلقيح الملك ام بعد تلقيح الملك العذراء؟ وهل اذا غذيناه هل التغذيه تتاثر على تلقيح الملك؟ بص اخويا ابو كمال، تكلمت عن الموضوع ده اكتر من مره، ممنوع اي احد يقدم تغذيه للتقسيمه او للطرد في حاله وجود العذراء. كافي وجود برواز عسل، كافي. الملكه لما تتلقح وتضع البيض ابتدي غذي، ابتدي غذي بقى ربع لتر، ابتدي غذي وحفز الخليه اللي فيها الملكه الملقحه ان هي تتقدم معاك. انما التقسيمه فيها ملكه عذراء لا. طب التقسيمه بتربي بيوت ملكيه، تقدر تغذيها في حاله ان البيوت الملكيه دي مفتوحه، انما البيوت الملكيه تم الاغلاق عليها ما تغذيش، تمام. ده الافضل وده اللي احنا شغالين عليه. طب التغذيه في حاله وجود العذراء ليها سلبيات شرحناها من قبل كتير، ومن اهمها نقدر نقول لا قدر الله ان ممكن يتم قتل الملكه العذراء، ممكن تتاخر في الخروج للتلقيح، ممكن يظهر عندي امهات كاذبه داخل الخليج. يعني في سلبيات احنا في غنى عنها، تمام. الاخ ابو كمال الله ييسر لك الحال. الاخ احمد، من الصعب تربيه النحل الاندونيسي لانه حساس وينزعج من الصوت والروائح وتردد على المكان القريب من الخليه. ما نعم، بص يا اخويا احمد، ده سبحان الله، ده دي فصيله اخرى، دي فصيله اخرى سبحان الله، هي اصلا من خصائصها ان هي بتحب الاماكن البريه، الاماكن المنعزله، الاماكن الجبليه، تمام، المهجوره، هي سبحان الله من صفاتها بتحب الاماكن دي، تمام. انما ان انا ادخلها داخل خلايا وابتدي انزل لها شمع وكده مش هتجيب معايا خالص يعني، تمام. الله يجزيك الخير، ومشكور، مشكور الاخ احمد على المشاركه في الامر ده. طيب الله يبارك في الاصدقاء، نسال الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمه ان شاء الله. المساء باذن الله يتم نشر فيديو نتمنى الاستماع ليه بالكامل، لان بنتكلم فيه على امر مهم باذن الله تعالى. نسال الله يا رب التيسير للجميع. مشكور الاصدقاء اللي شاركت معانا وحتى اللي استمع في صمت، مشكور، ونسأل الله يا رب التيسير للجميع. شكرا جزيلا.